بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الزراعي نظام الثلاث سنوات في مادة جديدة من مواد الإنتاج الحيواني، وهي مادة صحة الحيوان والدواجن. نبدأ معكم موضوع الدرس وأولى حلقات هذه المادة، وعنوان هذا الدرس هو التمريض البيطري. طبعا زي ما احنا عارفين التمريض البيطري ده يعتبر جزء مهم جدا من مادة صحة الحيوان، لأنه بنستخدمه كتير في مجال صحة الحيوان في الخارج. بالنسبة للتمريض البيطري له أساسيات وله أداب. إيه هي الأول أساسيات مهنة التمريض البيطري وآداب مهنة التمريض البيطري؟ في حاجات لازم تتوافر في الشخص اللي هيشتغل في التمريض البيطري أو الممرض البيطري. أول هذه الصفات أن يكون على قدر عالي من الأداب والذوق الرفيع، لأنه هيبدأ يتعامل مع صاحب الحالة، هيتعامل مع الطبيب اللي موجود معاه، فلازم أن يكون على قدر عالي من الأخلاق العالية، وده هنشوفه على الشاشة حضراتكم. أول حاجة أن يتحلى بقدر عالي من الأخلاق الحسنة والأداب العامة الرفيعة. النقطة الثانية انه يكون هادئ الطباع وعلى قدر كبير من الصبر. ليه؟ لانه هيتعامل مع حيوان، مش هيتعامل، يعني هيبقى التعامل هنا محتاج انه في خبرة شوية، في هدوء، في صبر، لان الحيوان اللي عندي ممكن اي سلوك معين مش منضبط هو يقدر يتعامل معه. النقطة الثالثة ان يتحلى بالامانة بعدم نقل معلومات عن الحالة المرضية. طبعا هيبقى طبعا الدكتور هيديله ملاحظات معينة هينفذها، هيديله تشخيص معين للحالة هينفذه. هنا بقى على الممرض البيطري انه يكون قدر كبير جدا من السرية في الحفاظ على هذه المعلومات، ما يبوحش بيها لأي حد، ما يبوحش بيها لصاحب الحالة عشان ما يسببلوش نوع من القلق وممكن يتداخل معاه في الحكاية العلاجية بتاعته. فهنا يجب ان يتحلى بقدر من الهدوء والصبر وعدم البوح باسرار هذه الحالة. رقم ثلاثة، يتحلى بالامانة بالدقة والامانة في العمل. طبعا هنا يعني هيبقى موكل لي بعض الملاحظات اللي الطبيب البيطري هيديها له، هيبقى موكل لي جرعات علاجية معينة. هنا عليه ان هو ينفذ هذه الملاحظات والاوامر بطريقة صحيحة وبدقة عالية عشان يوصل للنتيجة النهائية وهو شفاء الحيوان. النقطة الخامسة، يراعى تنفيذ تعليمات الطبيب بكل دقة، زي ما احنا قلنا في النقطة اللي قبل كده، ان يكون دقيق في عمليات التطهير للأدوات ومراعاة الشروط الصحية العامة لمنع انتقال الأمراض. في النقطة دي بقى نقطة مهمة جدا، وهي المبني اللي مبني عليها عملية التمريض البيطري. لو احنا استخدمنا ادوات جراحية او ادوات هنستخدمها في عملية التشخيص للحيوان، هذه الادوات غير مارة بمرحلة التطهير ومرحلة التعقيم، هيبقى مصدر لنقل العدوى للحيوان اللي هيتم عليه الكشف. يبقى انا هنا بدل ما بعالج، لا، بدخل عدوى جديدة للحيوان. يبقى نقطة مهمة جدا هتوكل للممرض البيطري، وهو ان يكون دقيق في عمليات التطهير للادوات ومراعاة الشروط الصحية العامة لمنع انتقال الأمراض. مرحلة التعقيم ومرحلة التطهير دي هندرسها إن شاء الله في النقطة اللي بعد كده. النقطة السابعة، أن يلم بقدر كاف من المعلومات عن سلوكيات الحيوان. طبعا هو غالبية الممرض البيطري شغله كله هيبقى معاه الحيوانات، فبالتالي الحيوانات اللي عندي دي كل حيوان وكل نوع معين له سلوكيات معينة. إذا ما عرفش سلوكيات الحيوان هيعرف منين ان الحيوان ده مريض او طبيعي او غير طبيعي؟ الا اذا كان يعرف السلوك الطبيعي للحيوان، وبالتالي هيعرف السلوك الغير طبيعي ونبدا نحكم على الحيوان. دي اول نقطه. تاني نقطه برضو، عشان يبدا يتداخل مع الحيوان ويتعامل مع الحيوان لازم يعرف سلوكه عشان لا يضر نفسه ولا يضر الحيوان اللي هيتعامل معاه. يبقى النقط المهمه دي اللي هي الاساسيات بتاعه التمريض البيطري، اللي هم السبع نقط اللي احنا قلناهم دول، يجب ان يتوفروا في الممرض البيطري ويجب ان يتحلى بها الممرض البيطري. بعد كده هنوصل للنقطه اللي بعد كده، وهي
إعداد وتجهيز الأدوات البيطرية. مع بعضنا كده نقطة مهمة جدا، الأدوات البيطرية دي مقسمة إلى أنواع، في أدوات جراحية، وفي أدوات تشخيص، وفي أدوات معملية، وفي اللي هي الملابس الطبية. دي تعتبر كلها بنسميها الأدوات البيطرية. الأدوات البيطرية دي على حسب أنواعها هيتم عملية التعقيم والتطهير. كل نوع من الأدوات دي ما ينفعش نستخدم له إلا عملية تعقيم معينة عشان نحافظ على الأداء ونوصل للدرجة المثلى من عمليات التعقيم. قبل عمليات التعقيم لازم في خطوة مهمة جدا، وهي مهمة أولى الخطوات وتجهيز الأدوات البيطرية، اللي هي غسل الأدوات الجراحية. ده لو أنا هعمل عملية تعقيم للأدوات الجراحية، فلازم أعمل أول حاجة غسل الأدوات الجراحية. ليه؟ الأدوات الجراحية دي إحنا استخدمناها قبل كده في عمليات جراحية، فبالتالي أصبحت ملوثة بجزء من الدماء أو جزء من أنسجة الحيوان اللي إحنا اشتغلنا عليه، وهنبدأ نشتغل مع حيوان جديد. يبقى قبل ما بعمل عملية تعقيم لازم أعمل عملية غسيل للأدوات الجراحية. طيب ليه برضو ما بنعملش تعقيم مباشرة لهذه الأدوات؟ لازم يتم إزالة هذه البقايا اللي هي الأنسجة والدم اللي موجود على الأدوات الجراحية عشان ما تمنعش عملية التعقيم. يبقى عشان تبقى عملية التعقيم عملية ناجحة لازم يتم الأول عملية غسيل للأدوات الجراحية. غسيل الأدوات الجراحية بسيط جدا، ماء دافئ وصابون وبتجفف جيدا بأي أقمشة نظيفة. يبقى احنا كده أول خطوات التعقيم هي الغسيل للأدوات الجراحية. ننتقل بعد ذلك إلى الخطوة التالية في التعقيم، وهي التعقيم للأدوات الجراحية. احنا قلنا إن الأدوات البيطرية عموما بتقسم إلى أنواع، في أدوات منها أدوات معدنية، في منها أدوات زجاجية، في منها قماش وقطن، في منها الأرضيات والأسطح لازم نعمل لها تعقيم لو احنا هنعمل عملية داخل غرفة العمليات. طيب هنمسك كده بقى نوع نوع ونشوفه بيستخدم امتى وازاي. اول نوع او النوع الاولاني اللي هو باستخدام الحرارة الجافة. كلمة الحرارة الجافة يعني مفيش اي نوع من انواع الرطوبة، بيبقى هنا بنستخدم افران خاصة. هذه الافران الخاصة بتمر الهواء ساخن، مفيش فيه نسبة رطوبة او خالي من الرطوبة، هواء جاف عند درجة حرارة كام بقى؟ 170 درجة مئوية. طب ده بنستخدمه فين؟ ده بنستخدمه في الأدوات الزجاجية. زي إيه بقى الأدوات الزجاجية؟ الترمومترات الطبية، زي الشرايح الزجاجية اللي احنا بنستخدمها في المعمل، زي ممكن نستخدمها في السحاحة اللي برضو داخل المعمل، في التست تيوبز أو اللي هو أنابيب الاختبار. دي كلها أدوات زجاجية. أي أداة زجاجية يبقى لا بنستخدم فيها النوع الأول من التعقيم، وهو الحرارة الجافة، وهو إمرار هواء ساخن درجة حرارته 170 درجة مئوية ولمدة ربع ساعة 10 دقائق. طيب النوع الثاني من التعقيم وهو الحرارة الرطبة. يبقى هنا في نسبة رطوبة ونسبة درجة حرارة عالية موجودة في النوع الثاني من التعقيم. طب ده بنستخدمه في إيه؟ بنستخدمه في السنون والسرنجات البيطرية اللي أنا بحقن بها الحيوان أو الأدوات الحقن. عندنا غلايات، هذه الغلايات بنملاها بجزء من المية وبنرفع درجة حرارتها لدرجة الغليان. يبقى وصلت لدرجة الغليان وفي عندي مية ساخنة وصلت لدرجة الغليان، ببدأ أسقط الأدوات المعدنية دي أو الأدوات السنون والسرنجات، وببدأ أستخدم الحرارة الرطبة في التعقيم. يبقى دي ما ينفعش فيها نستخدم الأدوات الزجاجية لأنها ممكن يحصل لها إيه؟ إنها تنكسر وتتلف. يبقى هنا بنستخدمها في أدوات معينة. طيب ننتقل إلى النوع الثالث من التعقيم، وهو التعقيم بالبخار تحت ضغط ودرجة حرارة 100 درجة مئوية. التعقيم بالبخار وتحت ضغط درجة حرارة، يبقى ده نوع من أنواع التعقيم المهم جدا اللي بنستخدمه
في المقصات الجراحية بنستخدمه، ممكن نستخدم بيه الأدوات الجراحية زي المشارط، زي ممكن سنون المعدنية اللي هي أدوات الحقن، إبر الخياطة الجراحية، ممكن نستخدمه برضو للقطن والشاش. طبعا القطن والشاش انا ما اقدرش فيه استخدمه في النوع الاولاني ولا النوع الثاني، لان عندي حراره رطبه وحراره جافه، الشاش او القطن ممكن يتلف. في النوع ده النوع الثالث التعقيم بالبخار عند درجه ضغط 100 درجه مئويه ممكن استخدمه في تعقيم القطن والشاش. النوع الرابع التعقيم برضو بالبخار وعند ضغط ودرجه حراره اعلى شويه، لو انا عايز اعلى شويه في التعقيم، ب 120 درجه مئويه لمده ربع ساعه، برضو نستخدمه في نفس الادوات اللي احنا استخدمناها، ولكن عشان احصل على درجه اعلى من التعقيم، او لما احس ان الايه الادوات اللي عندي تعرضت ل درجه تلوث اعلى، او ان انا محتاج ان انا اعقم، لان في ميكروب معين ما بيموتش عند 100 درجه مئويه، لا عند 120 درجه. وده طبعا تبعا لارشادات الطبيب البيطري. نيجي للنوع الخامس من التعقيم، التعقيم باستخدام الاشعه فوق الحمراء. في اجهزه معينه بتسلط الاشعه فوق الحمراء على اي اداه من الادوات اللي انا ممكن استخدمها في عمليه التعقيم. طيب وممكن استخدمها برضه في ايه؟ في غرف العمليات. انا عندي غرف العمليات، لو انا عندي غرفه كبيره جدا ممكن بستخدم الاشعه فوق الحمراء في تعقيم غرفة العمليات قبل بداية العمليات الجراحية. النوع السادس من التعقيم اللي هو التعقيم باستخدام المطهرات، مثل الكلوروفورم 2%، الفورمالين 5%، الليزول 5%، والديتول 5%. طبعا التركيزات دي مهمة جدا، والمواد دي بنستخدمها كمطهرات. طب لإيه حضرتك؟ ممكن استخدمها للأدوات اللي هي زي الترمومترات وزي المقصات، ولكن هيبقى استهلاكها عالي الثمن، فانا ما بستخدمهاش الا في تطهير الارضيات والاسطح. ولو عندي منضده الجراحه مثلا ممكن استخدمها بطهر بيها المطهرات، يبقى المطهرات دي بستخدمها في تطهير الارضيات والاسطح واماكن العزل التي سيتم فيها عزل الحيوانات المصاب. يبقى انا عندي كده 6 أنواع من التعقيم، بتختلف نوع التعقيم بنوع الأداء اللي أنا هعقبه. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى أجزاء العيادة البيطرية، وعايزين نفرق بين حاجة معينة. في حاجة اسمها عيادة بيطرية أو الوحدة البيطرية، وفي حاجة اسمها المستشفى البيطري، ودي حاجة أكبر شوية. طيب إحنا بندرس أجزاء العيادة ليه؟ بندرس أجزاء العيادة عشان هيبقى لكل جزء من أجزاء العيادة أو الوحدة أو المستشفى وظيفة خاصة بها. أولا الوحدة أو العيادة أو المستشفى لازم يتواجد بها غرفة الطبيب البيطري. طب غرفة الطبيب دي هتبقى متواجد فيها إيه؟ هيبقى موجود فيها ثلاجة لحفظ اللقاحات البيطرية. هيبقى موجود فيها ثلاجة، هذه الثلاجة هنحفظ فيها اللقاحات البيطرية اللي احنا هنستخدمها مع الحيوانات، وهيتم بقى حفظ بعض الأدوية التي لا تحفظ إلا في درجة حرارة منخفضة، فلازم هنحفظها في التلاجة. يبقى غرفة الطبيب دي هيبقى موجود فيها التلاجة اللي هيتم فيها حفظ اللقاحات البيطرية، وأيضا هيتواجد بها بعض الأدوية التي لا تحفظ إلا في درجة حرارة التلاجة، لا تحفظ في درجة حرارة الغرفة. طيب ايه تاني موجود؟ في دولاب لحفظ السجلات، عندنا سجلات الفحص البيطري، عندنا سجلات الفحص المعملي، عندنا سجلات الصفة التشريحية، عندنا سجلات التحصينات وسجلات الرش الدوري. دي كلها أنواع من السجلات هندرسها مع بعض، دي كلها لازم تبقى موجودة داخل دولاب موجودة في غرفة الطبيب البيطري. النقطة الثالثة اللي هو دولاب لحفظ الأدوات البيطرية. طيب دولاب حفظ الأدوات البيطرية ده يجب أن يكون على قدر عالي من النظافة والتعقيم، هيبقى هيمر بمراحل التعقيم. طب هنطهر بقى الدولاب بإيه؟ بالمطهرات السائلة اللي احنا قلناها في آخر نقطة من أنواع التعقيم، لأنه يعتبر للأسطح والأرضيات. فالدولاب ده اللي هنحفظ فيه الأدوات البيطرية يجب أن يمر أيضا بمراحل التعقيم والغسل.
ده بالنسبة لأجزاء العيادة أو الوحدة البيطرية. المستشفى البيطري هيزيد عنها نقط معينة، هيتواجد زناقة، الزناقة ده للتحكم في الحيوان، وهو عبارة عن مكان الحيوان بيدخله، وعشان نتحكم في حركته لا يضر صاحب الحالة ولا يضر الطبيب اللي هيتعامل مع الحيوان أثناء الكشف وأثناء إعطاء الأدوية، وبالتالي نضمن السلامة للحيوان وللطبيب المعامل لهذا الحيوان. بيوجد جنب المظلة، جنب الزناقة دي، في مظلة أو قاعة، المكان لإجراء العمليات الجراحية. رقم 2، موجود في الصيدلية، والصيدلية دي هي مكان حفظ الأدوية اللي احنا نقدر نحفظها في درجة حرارة الغرفة، وللكيماويات برضو العلاجية زي أنواع من التجريح، أنواع من السفوف، كل دي ممكن تحفظ داخل الصيدلية. النقطة الثالثة اللي هو عبارة عن مكتب الممرضين والعمال والمعاون الشؤون الإدارية، ده بيبقى جزء بعيد عن مكتب الطبيب البيطري. الغرفة دي بيبقى فيها العمال والممرضين ومعاون الشؤون الإدارية. الجزء الرابع من المستشفى أماكن العزل للحيوانات المريضة. في حالات بنضطر إن احنا نعمل لها عملية عزل عن بقية الحيوانات اللي هي مصابة بالأمراض المعدية أو الأمراض الطفيلية التي ممكن أن تصيب الحيوانات السليمة. فهنا بنضطر إن احنا نعمل عملية إيه؟ عزل. يبقى احنا بنستخدم أماكن العزل الموجودة في المستشفيات في حالات الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية عشان نحافظ على بقية القطيع أو لو عندي حيوانات سليمة. في جزء من أجزاء المستشفى اللي هو الجزء الخامس اللي هي مخازن منفصلة لتخزين أدوات وأجهزة الرش والمبيدات الحشرية. بيبقى برضو في مكان منفصل، ما ينفعش ان انا احط مبيدات الحشريه الطفيليات الخارجيه على الحيوان مع الادويه، او احطها في اماكن المكتب الصيدليه، او احطها في اللقاحات. لا، ده هيبقى لها مكان خاص بعيد خالص، لانها على درجه سميه عاليه للحيوان، فبالتالي بتتحفظ في مخازن خاصه. هذه المخازن دي بتكون منفصله وبعيده جدا عن بقيه اجزاء الوحدة أو المستشفى. في برضو في بعض المستشفيات البيطرية ممكن نلاقي مخزن للأعلاف، عشان لو أنا هعمل عملية عزل الحيوان هيضطر إن هو يستهلك عليقة غذائية بصورة يومية، يبقى في مخزن للأعلاف بتاعة الحيوان. بيبقى ممكن في بعض المستشفيات برضو البيطرية في معمل بيطري. المعمل البيطري ده وظيفته إن أنا هبدأ آخد عينات دم، عينات براز، هبدأ أفحص في المعمل، فبالتالي يبقى فيه جزء خاص بالمعمل داخل المستشفى البيطري. دي كده تعتبر أجزاء مهمة جدا داخل المستشفى البيطري. يبقى عشان نعرف نفرق، الوحدة البيطرية عبارة عن مكتب الطبيب البيطري وفيها الثلاث أجزاء اللي احنا قلنا عليها، الثلاجة والدولاب لحفظ السجلات ودولاب لحفظ الأدوات الجراحية. المستشفى بقى هيزيد عليها بقية الأجزاء اللي احنا قلناها، زي مكان إجراء العمليات، زي مكان تواجد الرش وأدوات الرش والمواد الكيميائية، وغرفة أو مكان آخر خاص بتخزين الأعلاف، ومكان خامس لتخزين واللي هو الفحص المعملي بتاع العينات. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى أعزائي الطلبة، وهي مواصفات أماكن العزل للماشية والأغنام. كلمة مواصفات يعني حاجات يجب أن تتوافر في المكان اللي احنا هنعمل فيه عملية العزل. طب العزل دي بنعملها لإيه؟ للحيوان المصاب بمرض معدي. احنا أي حيوان هيبقى مصاب بمرض معدي يجب إن أنا بعمل له عملية فصل عن بقية القطيع، وببدأ أحطه في أماكن عزل خاصة. هذه الاماكن لها مواصفات، ما ينفعش ان انا احط حيوان في اي مكان كده واقول له ده مكان للعزل. لا، مكان العزل يجب ان يتوفر فيه مجموعة من الشروط عشان نقدر نتحكم في المرض ونصل للنتيجة ان الحيوان ده يصل لصحة جيدة. اول نقطة انه بيتم عزل الحالات المشتبه فيها باصابتها بالامراض المعدية داخل عنابر خاصة
أو حجرات خاصة تسمى عنابر العسل. اتجاه هذه الحجرات هي في الجهة القبلية من المكان. يعني أنا لو عندي مزرعة هلاقي إن الجهة القبلية من هذه المزرعة هي اللي موجود فيها حجر العسل. حد طب طالب شاطر يسأل اشمعنى الجهة القبلية يا دكتور؟ ليه؟ عشان إيه؟ الجهة القبلية دي عشان اتجاه الريح. اتجاه الريح بيبقى بحري قبل. فإحنا هنا عشان ما ننشرش العدوى من أماكن تواجد الحيوانات المصابة في هذه الحجرات، فبنحطها في الجهة القبلية، وبالتالي بنمنع انتشار المرض في بقية المزرعة. يبقى يجب أن تتواجد هذه الحجرات في الجهة القبلية من المكان. طيب، أرضية هذه الحجرات أو أماكن العزل للماشية والأغنام بتكون مفروشة بالقش الأرز النظيفة وتكون معقمة جيدا. يبقى الأرضية الأول هتكون معقمة جيدا باستخدام وسائل التعقيم والتطهير اللي احنا قلنا عليها، اللي هي المطهرات السائلة زي الفينيك 5% والفورمالين 5%، وعندي الديتول والليزول 5%، ده كله. وفي نفس الوقت بعد ما بنعمل عملية التعقيم والتطهير دي بنفرش الأرضية بقش رز نظيف عشان الحيوان لما هيرقد عليه ما يتعرضش جسمه لأي جروح أي سحاجات، لأن احنا عارفين إن حيوان مريض فهيضطر إنه يرقد فترة كبيرة على الأرض، وبالتالي يبقى مفروش بقش الرز النظيف. طيب، رقم النقطة الرابعة أن يكون معزول عزلا جيدا، ويكون هذا المعزل جيد التهوية وجيد الإضاءة. يبقى يكون المكان ده معزول، ده أول حاجة، ويكون جيد التهوية وجيد الإضاءة عشان التهوية الجيدة دي هتساعد في عملية شفاء الحيوان. طيب، النقطة الخامسة، يخصص عامل لا يختلط مع باقي الحيوانات الأخرى يختص بالأكل والشرب. طبعا احنا عندنا ما دام عزلنا هذا الحيوان يبقى بالتالي هذا الحيوان اللي هنحطه في العزل هيحتاج أكل، هيحتاج شرب، هيحتاج خدمة معينة. يخصص عامل لهذا العزل أو لهذا الحيوان لا يختلط مع باقي حيوانات المزرعة، هو هيخدم الحيوان المصاب فقط عشان أتحكم في العدوى، وإلا يبقى أنا عملت معزل ليه؟ لما العامل ده هيخدم هنا ويخدم بقية الحيوانات في المزرعة الحيوانات السليمة يبقى أنا مكني ما عزلتش. يبقى بالتالي يجب أن يكون هناك عامل خاص لهذا المعزل يخدم فيه هذه الحيوانات المصابة ولا يختلط مع بقية الحيوانات داخل المزرعة. رقم 6 في مواصفات أماكن العزل، وهي التطهير بصفة مستمرة للأرضيات والجدران باستخدام المطهرات كالفينيك والفورمالين أو الديتول. التطهير بقى ده برضو زي ما احنا قلنا هيبقى بصورة دورية، بعد خروج الحيوان اللي هو من المعزل وتم شفائه خلاص بنروح عاملين عملية إزالة للقش اللي موجود، بعد كده بنروح عاملين عملية تطهير باستخدام أدوات الرش والمطهرات اللي احنا قلنا عليها زي الفينيك والفورمالين والديتول والليزول، بنرش الأرضية جيدا، بنرش الأسطح اللي موجودة داخل المعزل، بنرش الحوائط، والمفروض المعزل ده بيكون عندنا كذا معزل جوه المزرعة، المعزل ده على الأقل يتقفل لمدة أسبوع لعشر أيام عشان نمنع خالص ان ما يحصلش عملية إعادة للعدوى مرة أخرى من حيوان لآخر. يبقى أنا كده بضمن ان أنا عملت عملية تعقيم وتطهير جيدة للمعزل بتاع الحيوان. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة إلى نقطة مهمة جديدة، وهي نقطة أنواع السجلات داخل العيادة البيطرية. أنواع السجلات داخل العيادة البيطرية. طيب، السجلات دي لها وظيفة، كل سجل من هذه السجلات له وظيفة معينة. العيادة البيطرية اللي هو الطبيب البيطري والممرض البيطري بيساعدوا في إدارتها، يجب أن يكون هناك هذه السجلات داخل هذه العيادة. أول حاجة اللي هو دفتر تسجيل الحالات المرضية الواردة. من اسمه كده دفتر تسجيل الحالات، يبقى أنا عندي في حالات مرضية هتدخل الوحدة أو هتدخل العيادة البيطرية، هيتم فيها عملية تسجيل رقم الحيوان، ولو كان له رقم واخد هذا الحيوان رقم معين، فيه نوع الحيوان أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، هيتم فيه تأييد نوع الحيوان، عمر الحيوان، لو قدرنا نسنن الحيوان هنحط له عمر معين، وعملية التشخيص بتاع الطبيب البيطري لها خانة معينة برضو، التشخيص هيتكتب في الخانة دي،
او الاشتباه والبرنامج العلاجي اللي هيتم مع هذه الحالة. طبعا البرنامج العلاجي ده هيبقى مهمة مين بقى؟ مهمة الممرض البيطري. هنا الطبيب البيطري عمل عملية تشخيص واشتباه، هيبدأ يكتب في خانة العلاج البرنامج العلاجي الطريقة العلاجية والجرعة والأدوية المستخدمة. هتتكتب، هيبدأ بقى الممرض البيطري هنا يبدأ يمشي على هذا البرنامج، زي ما احنا قلنا انه بيتميز الممرض البيطري بالدقة والأمانة في تنفيذ تعليمات الطبيب عشان نوصل لأعلى مرحلة من مراحل الشفاء. يبقى ده بالنسبة لدفتر تسجيل الحالات المرضية. برضو في خانة مهمة جدا في دفتر تسجيل الحالات المرضية اللي هو خانة الملاحظات. لو في أي ملاحظة بسيطة الطبيب البيطري حب إن هو يضيفها أو بعض الملاحظات على الحالة طول فترة العلاج، بتتكتب في خانة الملاحظات. بننتقل بعد ذلك إلى السجل الثاني اللي هو سجل الفحص المعملي. طيب سجل الفحص المعملي ده هيبقى خاص إن إحنا هنحدد فيه، هيبقى مكتوب فيه إيه بقى؟ هيبقى فيه خانة برضو نوع الحيوان ورقم الحيوان وتاريخ الدخول أو تاريخ الفحص، وهيبقى فيه نوع العينة اللي إيه اللي إحنا واخدينها. هل هي عينة دم؟ هل هي عينة شعر مثلا؟ هل هي عينة من عينات البراز؟ هل هي عينة بول؟ كل دي هتكتب نوع العينة في الخانة دي. هنبدأ نوع الفحص برضو. نوع الفحص هنعمل له إيه؟ هل هو فحص ميكروسكوبي؟ هل هو فحص عن طريق إجراء الاختبارات المعينة زي اختبار البروموسيامول أو اختبار التيوبر كلين؟ أي نوع من أنواع الاختبارات دي اللي هتتكتب في سجل الفحص المعملي، والنتيجة في الآخر هيبقى في خانة اللي هي نتيجة الفحص المعملي. السجل الثالث من السجلات اللي موجودة عندنا اللي هي سجل التحصينات الدورية. سجل التحصينات الدورية ده سجل مهم جدا جدا داخل المزرعة. ليه سجل مهم جدا؟ السجل ده بيوضح لي فيه البرنامج اللي انا همشي عليه من الحيوان اول ما يدخل المزرعة لحد ما يخرج. التحصينات دي بتبقى في مواعيد ثابتة، بمعنى اخر ان ميعاد التحصين او اللقاح اللي هياخده الحيوان هيتحدد، وبالتالي هيتحدد الجرعة التانية من اللقاح، ويتحدد طول فترة تواجد الحيوان في المزرعة ايه هي الخطوات اللي احنا هنستخدمها عشان نكمل برنامج التحصينات بنجاح. طيب التحصينات الدورية دي زي ايه؟ عندي تحصين الحمى القلاعية، عندي تحصين حمى الوادي المتصدع، عندي تحصين التسمم الدموي. التحصينات دي بنسميها التحصينات السيادية. يعني ايه تحصينات سيادية؟ تحصينات سيادية يعني الجهات الحكومية هي التي تتولى انتاج ولقاح هذه التحصينات، وبتكون يبقى المربي بيتعامل مع جهات حكومية عشان يحصل على هذه اللقاحات. طب في تحصينات تانية؟ في لقاحات تانية زي لقاح الكوليستريديا او اللقاح الجامع، ده لقاح مش سيادي، يبقى هنا المربي هياخد هذه اللقاحات هيشتريها من بره. لكن اللقاحات السيادية هي اللقاحات المهمة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي تحصينات الحمى القلاعية، تحصين حمى الوادي المتصدع، وتحصينات التسمم الدموي. النوع الرابع من السجلات اللي يجب ان تتوافر داخل العياده البيطريه وتكون تحت اشراف الطبيب البيطري. كل السجلات دي تحت اشراف مين؟ طبيب البيطري، اللي هو سجل تسجيل لجان الرش. طيب سجل تسجيل لجان الرش ده بيستخدم عاده في فصل الصيف. ليه؟ لان معظم الطفيليات والحشرات اللي احنا بنقاومها عن طريق الرش بيتم في فصل الصيف. النوع الخامس من السجلات وهو عباره عن سجل تسجيل الصفات التشريحية، وده بيتأيد فيه الحيوان اللي بينفق، وبعد ما يتعمل له صفة تشريحية من قبل الطبيب البيطري بتتسجل فيه ايه هي مظاهر هذه الصفة التشريحية والتشخيص او نتيجة هذه الصفة التشريحية. يبقى كده دي انواع السجلات، ودي من الاسئلة المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحان، اللي هي انواع السجلات داخل العيادة البيطرية. نراجعهم مع بعض تاني. اول حاجة دفتر تسجيل الحالات المرضية الواردة، 2 سجل الفحص المعملي، 3 سجل التحصينات الدورية، 4 سجل تسجيل لجان الرش، 5 سجل تسجيل الصفات التشريحية والحيوانات النافقة.
ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة والطالبات إلى نقطة مهمة جدا، وهي المؤشرات الحيوية للحالة الطبيعية في الحيوانات المختلفة. عايزين ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا. أنا الممرض البيطري ده يعتبر هو عين الطبيب البيطري، العين الثانية بتاع الطبيب البيطري، لأن أي حيوان في الحالة الطبيعية بتاعته لو هو ما بيعانيش من أي أمراض بيبقى له مؤشرات اسمها المؤشرات الطبيعية. أي خلل في أي مؤشر من هذه المؤشرات الطبيعية بيبقى بيدي إنديكيشن أو بيدي إشارة على وجود مرض معين أو خلل معين. طيب إيه هي بقى المؤشرات الحيوية للحالة الطبيعية في الحيوانات المختلفة؟ في عندي ثلاث حاجات. أول حاجة درجة حرارة الجسم الطبيعية، يبقى رقم واحد من هذه المؤشرات هي درجة حرارة الجسم الطبيعية. طيب درجة حرارة الجسم الطبيعية لكل حيوان له درجة حرارة جسم مختلفة طبيعية، يعني احنا هنشوف الجدول اللي بعد كده بقى هنلاقي ان كل حيوان له درجة حرارة طبيعية. يجب ان يعرف الممرض البيطري درجة الحرارة الطبيعية في الحيوان عشان يبدأ يقول ايه، ان درجة حرارة الحيوان دي لما ياخدها بالترمومتر ويقيسها دي درجة حرارة طبيعية ولا لا، وبالتالي يقدر يدي مؤشر ان الحيوان ده مريض ولا لا. يبقى ده اول مؤشر من مؤشرات الحالة الطبيعية في الحيوان، وهي درجة حرارة الجسم الطبيعية. المؤشر الثاني اللي احنا هناخده وهنخلي بالنا منه اللي هو معدل النبض او عدد مرات النبض في الدقيقة، اللي هو بنقيس عدد ضربات القلب في الدقيقة. كل حيوان برضو له معدل نبض طبيعي، كل نوع من انواع الحيوانات، يعني الابقار لها معدل نبض، الاغنام لها معدل نبض، الخيول لها معدل نبض. هنا معدل النبض الطبيعي بنقيسه ازاي بقى؟ باستخدام السماعة الطبية البيطرية، والدكتور هو هنا بقى اللي هيديني معدل النبض ده، وهنبدأ نحدد من خلال الحيوان ده في حالة طبيعية ولا حالة غير طبيعية. ممكن الحالة غير الطبيعية دي تكون نتيجة مجهود الحيوان، لو الحيوان مثلا بيجري يبقى معدل النبض بتاعه هيزيد. لا، احنا بنقيس معدل النبض في الحالة الطبيعية للحيوان اللي هو بدون مجهود، عشان نقدر نحكم على ان الحيوان ده في حالة طبيعية ولا مش في حالة طبيعية. المعدل الثالث من المؤشرات الطبيعية اللي هو معدل التنفس، اللي هو عدد مرات التنفس في دقيقة. برضو ده بقى بيتقاس ازاي؟ بيتقاس بالنظر. احنا الحيوان بيبقى قدامنا داخل الزناقة زي ما احنا قلنا متحكمين فيه كويس، بنشوف معدل التنفس بتاعه. يبقى دي اسمها المؤشرات الحيوية للحالة الطبيعية في الحيوان. من هنا بقدر احكم بقى على الحيوان هل هو في حالة طبيعية ولا في مشكلة عندي الحيوان بيعاني منها. طيب احنا قلنا درجة الحرارة بناخدها ازاي؟ بناخدها باستخدام الترمومتر الطبي. طيب معدل النبض باستخدام السماعة الطبية، معدل التنفس عن طريق النظر ان انا بشوف عملية التنفس بتاع الحيوان في خلال الدقيقة، وببدأ اقيس المعدلات دي واشوفها على هذا الحيوان. بننتقل بعد ذلك الى الجدول اللي انا اتكلمت لكم عنه، وقلت ان كل حيوان له درجة حرارة، له معدل نبض، له عدد مرات تنفس. يبقى كل نوع من انواع الحيوانات. يبقى انا خلي بالي ان درجة الحرارة اللي ممكن تكون عالية في حيوان بس ده يكون طبيعي، تكون في حيوان تاني لا مش طبيعي. هنشوف مع بعض كده على الجدول ده. في الجاموس مثلا، ناخد مثال الجاموس، درجة حرارة الجسم الطبيعية، احنا هنا بنتكلم على المؤشرات الطبيعية، يعني دي درجة حرارة الجسم الطبيعية، دي عدد مرات النبض الطبيعي، دي عدد مرات التنفس الطبيعي. يبقى الجدول ده في المؤشر الطبيعي لحالة الجسم. في الجاموس درجة الحرارة 37.5 ل 39 درجة مئوية، ده الرينج بتاعنا. يعني انا لو قست درجة حرارة حيوان ويكون هذا النوع الجاموس بالترمومتر لمدة دقيقة ونص، وبعد كده باخد درجة الحرارة، لو لقيت درجة الحرارة دي 38.5 دي درجة حرارة طبيعية في الجاموس.
طب لقيت درجة الحرارة أعلى من 39، يبقى هنا ممكن 40، 40 ونص، 41، يبقى هنا الحيوان بيعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وهنا يبقى فيه مؤشر من المؤشرات، الحالة الطبيعية تغيرت، ويدينا انديكيشن او يدينا اشارة على ان هذا الحيوان بيعاني من مرض معين، يبقى فيه خلل معين. لو جينا لعدد مرات النبض برضو في الجاموس، هنلاقي من 50 ل 60، هنقيسه بالسماعة، باستخدام السماعة الطبية اللي هو الدكتور بيستخدمها. طبعا بنقيس درجة عدد مرات النبض ازاي؟ باستخدام السماعة، من الجهة اليمين ولا من الجهة الشمال؟ اه تمام، زي ما احنا قلنا بنستخدم السماعة الطبية في قياس عدد مرات من الجانب الأيسر للحيوان، لأن القلب هيبقى موجود في الجانب الأيسر من الحيوان، يبقى احنا هنا هناخد عدد مرات النبض من الجانب الأيسر للحيوان. عدد مرات النبض كام بقى في الجاموس مثلا؟ 50 ل 60، يبقى انا هنا هعرف ده المعدل اقل من 50، يبقى ده اقل من المعدل الطبيعي، فوق ال 60 يبقى ده اعلى من المعدل الطبيعي، ويدينا برضو مؤشر وانديكيشن على ان في مشكله. ننتقل للخانه الثالثه من المؤشرات اللي هي عدد مرات التنفس. عدد مرات التنفس في الحيوان من 12 ل 25 دوره تنفسيه، يعني شهيق وزفير. الشهيق والزفير دي عمليه على بعضها، دي بتعد وحده واحده، يبقى عدد مرات التنفس دي بنسميها مرة، شهيق وزفير. عدد مرات التنفس في الجاموس من 12 ل 25 في الدقيقة، يبقى أنا كده هعد عدد مرات التنفس، بلاقي معدل التنفس عالي مثلا في حيوان معين نتيجة بيبقى ارتفاع درجة الحرارة، بلاقي معدل حيوان التنفس عالي، يبقى هلاقي أزيد من 25، ممكن يوصل ل 40، ممكن يوصل ل 45، يبقى هنا دي اسمها عدد مرات التنفس. لو أنا جيت بقى قارنت الجاموس ده، خدت حيوان اخر زي الحمام مثلا، او طائر زي الحمام، هنلاقي درجة الحرارة الطبيعية في الحمام كام؟ 41 ل 44 درجة مئوية. طيب حد يقول لي ده درجة عالية؟ لا، ده دي درجة الحرارة الطبيعية في الحمام. يعني انا لو انا جيت اقيس درجة حرارة الحمام واداني مؤشر الترمومتر الطبي اللي انا بستخدمه 43، ما اقولش بقى درجة حرارة عالية، لا، ده هو ده المعدل الطبيعي في الحمام، اللي هي درجة الحرارة بتاعته من 41 ل 44 درجة مئوية. نيجي لو بصيت كده لعدد مرات النبض، عالي جدا، لأن كل ما الحيوان بيقل في الحجم كل ما معدل النبض بتاعه بيزيد. فهنلاقي هنا إيه؟ عدد مرات النبض كام؟ من 140 ل 180 ضربة في الدقيقة. حد يقول لي ده زيادة؟ لا، ده هو ده المعدل الطبيعي. لو انا جيت قارنته بالجاموس، لا، 50 ل 60 ده الطبيعي بتاعه. هنا في الحمام من 140 ل 180 نبضة في الدقيقة. معدل التنفس اهو من 20 ل 40، برضه في زيادة في معدل التنفس. زي ما قلنا ان الحيوان او الطائر كل ما بيقل في الحجم المعدلات دي بتاعته بتزيد بصورة طبيعية. لكن عشان كده لازم نخلي بالنا من الجدول ده جدا. الجدول ده جدا يتحفظ ويبقى حاجة محطوطة كده عند الممرض البيطري، حاجة لوجيك، حاجة على طول لازم يبقى حاططها في دماغه. هيقيس درجة حرارة الجاموس، هو عارف المعدل الطبيعي بتاعه كام؟ من 37 ونص ل 39. هياخد درجة الحرارة بالترمومتر، هيلاقيها درجة الحرارة مثلا 40، لا، هنا في درجة حرارة عالية بالنسبة للجاموس. لكن لو أنا جيت أقيس درجة الحرارة في الحمام مثلا، لا، درجة الحرارة في ال40 دي مش درجة حرارة عالية، دي درجة حرارة طبيعية بالنسبة للمعدل الطبيعي. وهكذا كل الجدول بنفس النظام كده. لو أنا خدت مثلا عندي مثال اخر، الارانب درجه الحراره فيها الطبيعيه كام؟ من 38 ونص ل 39 ونص، يبقى هنا درجه الحراره الطبيعيه لو انا جيت اقيسها لقيتها ازيد من 39 ونص، يبقى ده ايه؟ مؤشر على وجود مرض. عدد مرات النبض من 120 ل 150، ما حدش يقول لي ده معدل عالي، لا، ده هو ده المعدل الطبيعي بتاع الارانب. عدد مرات التنفس من 50 ل 60، تمام، معدل عالي اهو، محدش يقول لي ده بقى معدل عالي غير طبيعي، لا، ده معدل عالي بالنسبه لبقيه الحيوانات، بس هو معدل عالي طبيعي. يبقى ده بالنسبه للجدول اللي بيبين لنا المؤشرات اللي موجوده للحيوانات المختلفه، سواء داخل المزرعه او للطيور برضو اللي احنا ممكن نشاهدها داخل المزرعه. ننتقل بعد ذلك اعزائي الطلبه والطالبات الى فترات الحمل الطبيعيه في الحيوانات. حد يقول لي طب احنا بندرس المدد دي ليه؟ ما هي دي المدد اللي هتدينا مؤشر على ان الحيوان ده
في حالة طبيعية ولا مش في حالة طبيعية. احنا خدنا درجات الحرارة ومعدل التنفس ومعدل النبض، هننتقل بعد ذلك إلى فترات الحمل الطبيعية في الحيوانات المختلفة. هنلاقي ايه بقى؟ مدة الحمل وده بيجي لنا في الامتحان نقط كتير، يقول لك مدة الحمل في الأبقار مثلا من 9 ل 9 ونص شهر، يعني الجاموس من 10 ل 10 ونص شهر، الأغنام 5 أشهر، الجمال من بالأيام بقى هيبقى 350 ل 400 يوم، الخيول 11 شهر، القطط من 56 ل 68 حوالي 3 شهور ونص يعني، الكلاب من 59 ل 68 ونفس المدة بتاع القطط، والأرانب تقريبا شهر 30 ل 32 يوم. دي اسمها المدد فترات الحمل الطبيعي. يبقى لو حصل أي خروج للجنين في فترة قبل الفترة دي، قبل 9 شهور في الأبقار، قبل 10 شهور في، بنقول عليها إيه؟ حالات إجهاض. وحالات الإجهاض يا إما بتكون حالات نتيجة أمراض أو نتيجة التعرض للحيوان لظروف قهرية معينة. بقدر يبقى هنا الحيوان تعرض لحالة غير طبيعية، يبقى دي فترات الحمل الطبيعية في الحيوانات المختلفة. بقدر دينا مؤشر برضو من المؤشرات على حالة الحيوان. ننتقل بعد ذلك إلى مدة الفقس في الطيور. زي ما خدنا مدة الحمل في الحيوانات، مدة الفقس في الطيور المدة الطبيعية، المدة دي هي المدة الطبيعية للفقس في الطيور. هنلاقي في الدجاج مدة الفقس 21 يوم، في البط مدة الفقس 28 يوم، في الأوز 33 يوم، في الرومي 28 يوم، وفي الحمام 18 يوم. النقط دي بتيجي غالبا نقط أكمل، يعني مدة الفقس في الحمام نقط، هتقول له 18 يوم، مدة الفقس في الرومي 28 يوم. المدة دي برضو بنعرفها كمؤشرات طبيعية للحيوان على ان الحيوان اللي عندي او الطائر اللي عندي بيمر بمرحلة طبيعية، دي مدة الفقس الطبيعية. يبقى لو طالت مدة الفقس يبقى هنا البيض اللي عندي فيه مشكلة، مش هيفقس، وهنا يبقى فيه حالة مرضية او ممكن لظروف الايه، ظروف التحضين بتاع البيض، وبالتالي يجب اعالج بقى المشكلة دي، هل اشوف حالة مرضية ولا حالة نتيجة سوء رعاية او سوء استخدام داخل المفقس. هنتكلم مع بعض في النقط دي ان شاء الله. بعد ذلك ننتقل اعزائي الطلبة والطالبات الى عمر البلوغ الجنسي في الحيوانات. في الجدول اللي عندي هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي ان متحدد لكل حيوان نوع من كل نوع من انواع هذه الحيوانات له عمر معين وعمر البلوغ الجنسي. طب انا بستفيد منه ايه؟ بستفيد ان هذه الحيوانات في هذه الاعمار بتصبح قادرة على الانتاج. انا عندي دلوقتي حيوان وصل عمره لسنتين مثلا في الابقار والجاموس والحالة الصحية بتاعته تمام، يبقى هنا هذا الحيوان قادر على عملية الحمل والولادة، عملية الانتاج اللي انا بربي الحيوان عشانها وعشان يخش لي في دورة انتاجية معينة. يبقى عمر البلوغ الجنسي لازم يتعرف، عشان لو في عمر من الاعمار دي اتغيرت عند حيوان معين ابدا انا اتدخل كطبيب وكممرض وعالج هذه المشكله عشان اكمل حلقه الانتاج بتاعتي. اول حاجه في الجدول ده اللي هو عباره عن الابقار، عمر البلوغ الجنسي في الحيوانات في الابقار من 18 ل 24 شهر، يعني تقريبا سنه ونص. انا بقول من سنه ونص لسنتين ليه؟ لان عمر البلوغ الجنسي ده ان النشاط الجنسي بتاع الحيوان بدا، لكن هل هو قادر على الحمل والولادة؟ لا، بيكون هنا بنستنى عليه 6 شهور أخرى لغاية ما الجسم يكتمل تماما ويبقى قادر على عملية الحمل والولادة، يبقى ده عمر البلوغ الجنسي. في الجاموس بقى هنجد إيه؟ هنجد إن عمر البلوغ الجنسي في الجاموس من 24 ل 30 شهر. طب في الأغنام من 12 ل 18 شهر. طب في الجمال 30 ل 48 شهر، وفي الخيول 36 شهر، وفي القطط والكلاب 12 ل 18 شهر، وفي الأرانب 5 ل 9 شهور. ده اسمه العمر البلوغ الجنسي. ننتقل بعد ذلك إلى مؤشر آخر من مؤشرات الحالة الطبيعية للحيوان، وهو عبارة عن كمية استهلاك المياه الطبيعية. كمية استهلاك المياه الطبيعية ندرس يعني ايه كمية استهلاك المياه الطبيعية؟
يعني الحيوان ده بيستهلك قد ايه في اليوم، بيستهلك كمية مية قد ايه في اليوم. في الأبقار والجاموس كمية المياه المستهلكة بتكون يوميا من 30 ل 40 لتر يوميا. طب في الأغنام بيكون 5 لتر يوميا. طب الكمية دي هل بتتم استهلاكها بصورة منتظمة؟ لا، ده في الصيف مثلا هنلاقي ان كميات استهلاك المياه بتكون وصلت لمعدلات أعلى من هذا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من مادة صحة الحيوان والدواجن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.